لا، العقوبات كانت بسيطة جدا. الآن نتحدث عن هذه العقوبات، هي أو الأولى في طريقتها، وأكثر حازمة وأكثر مهددة للكيان النظام الإيراني. لهذا نرى كيف البكائيات الأولى ونرى في طريقتها هذا ومجلس الصراخ. الأمن الدولي هو الذي فرض هذه العقوبات ودخل في الفصل السابع وهناك سبع قرارات ضد إيران، ومع ذلك إيران تجاوزت هذه المرحلة تجاوزت هذه الأزمة. نعم. هذا يعني أنت أوردت هذه الفكرة سيد صالح. أوردت هذه الفكرة. يعني واضح. سأعطيك الفرصة. يعني هذا الكلام أنت أسلفته. يعني أنت قلت هذه الفكرة. سيد أمجد. يعني هو. لن يمر. لا. تفضل. شوف دقيقة بس أولا هذه الكلام الفضفاض اللي يطلع من طهران دائما أنه العقوبات ومرت على العقوبات. أي عقوبات؟ شعبك يعاني، 75% يعاني من الفقر، هنالك مناطق كلها منتفضة من الأحواز العربية المحتلة من قبل إيران منذ عام 1925، وبلوشستان وكردستان وكل هذه المناطق منتفضة ضدك. النظام ينهار، العملة الإيرانية، أي عملة إيرانية؟ لا يوجد عملة إيرانية، العملة في خبركان، اقتصادك يعاني، أنت الآن سدود، لا تستطيع أن الفيضان، لا تستطيع حتى معالجة الفيضانات، فتحت السدود على الناس تحاول تهجيرهم من مناطق عربية وأخرى. أنت تعاني كنظام، أنت بهذا الحصار الاقتصادي هو أفضل طريقة لمحاربة ومكافحة إرهاب إيران في المنطقة، لأن الشعب لم يستفيد. حتى عندما كان أوباما وعمل تلك الصفقة مع النظام الإيراني، وهي كانت خاطئة تماما، عندما عملها ذهبت تلك 15 مليار دولار، ذهبت إلى أين؟ أين الشعب استمر في معاناته، وذهبت هذه الأموال إلى جماعة حماس في غزة الإرهابية، وجماعة الإرهابية في العراق واليمن وغيرها وسوريا وهكذا. إذن هذه الأموال لا تذهب ولن تذهب حتى إذا اليوم رفعت العقوبات. ماذا من سيستفيد؟ رأينا أيضا يقول حماس الإرهابية، أنت أيضا تقول حماس الإرهابية. لا لا لا، الصهاني يقول حماس الإرهابية. لا يختلف، اسمعني، لا يختلف، لا يختلف، لا يختلف، لا يختلف. نتنياهو لا يختلف. يعني كل واحد مسؤول عن موقفه. اسمع يا الإيراني، اسمع، تفضل، اسمع. لا لا لا، نتنياهو وروحاني وأردوغان وتميم كلهم حذاء واحد، وجهان ووجوه مختلفة إلى حذاء واحد. نحترم أدبيات الحوار من فضلك. لا تختلف بالنسبة يعني لنا. يعني كلكم عملة واحدة. وكيف تتحمل مسؤوليته؟ يعني من فضلك. يعني نتحمل أدبيات الحوار. على أين؟ أنتم لا تختلفون تماما عن إسرائيل. أنتم لا تختلفون. يا سيد أمجد، تحتلون الجزر الإماراتية العربية. من فضلك سيد أمجد. يعني أنا قد أضطر لوقف النقاش. لأنه الخليج العربي بالفارسي. يعني سأضطر لوقف النقاش. يا سيد أمجد، يعني نحترم أدبيات الحوار. يعني كي نستمع لبعضنا. أنتم أكثر وأكثر. لا يا سيد أمجد، من فضلك.